معاني يلا نروح. ماني امشي. ماني 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 قوم بلغ العظم. ماني انت عم تسمعني؟ ماني قوم. ماني انت بتعرف اني ما بعرف سوق. ماني قوم. ماني اذا بدك اتعاطف معك لا تعمل هالحركات. ماني قوم. ماني قوم. الو ناندو وينك؟ اللي فترة عم اتصل. ليكي ليكي رشاب صابته نوبة قلبية بس انا ما قدرت اتعامل مع هالشي لهيك جبته على المشفى وهلا نحن بالمشفى. بأي مستشفى عمتي؟ مشفى المدينة. ماشي جاية فورا. لا تطولي. نانديني لازم تكوني قوية، هذا مو وقت الضعف. يلا انتي قوية. ماني راجعة. ايه المدينة حالة طوارئ. عمي داخل رفيقي بترجاك تساعدنا. طيب فجأة وعليه حرارة كمان وهو جرح ايده بالإزاز. رجاء شوفها دكتور. يا ربي بسرعة خذوه على العناية المشددة. يلا you
اليوم التدريب ببيتك؟ ايه، موكتي وكبير وماني بعتلن الرسالة. وينن يا ترى؟ بيكونوا عالطريق. أنا بظن إنه نحن فينا نركز أكتر ببيتي. يعني بس أنا وإنتي؟ إيه. أنا كنت عم فكر. مرحبا شباب، أنا كتير آسفة. يلا تخلصونا أمشوا نتدرب. شبكم؟ وينه كبير؟ كبير بعت لي رايح شوف خالتي، ما حيجي على التدريب. شو؟ بعد كل اللي صار؟ بعرف. لازم اطلع من هون. كملي. معي هي مشان تهدي، كنت كثير معصبة لهيك فكرت كيف تعصبني أكثر. عصبك؟ لك شو صار؟ بعد جوا؟ أنا رح ساعدك. لا نانديني، يا ربي ما زبطت معي. العطاء والاهتمام، المستوى الثاني. هالمرة لازم تربح قلبي يا ماني.
देखे दिल को सहारा देखे आ मेरी धड़कन थाम ले तेरी तरफ ही मुड़े ये सांस तुझसे जुड़े हर पल ये तेरा नाम ले तुम मिले तो अब क्या है कमी तुम मिले तो दुनिया मिल गई तुम मिले तो मिल गया आसरा لا تاكلي هم ماني ماني ايدك انت فخد كتير بظن هاد التهاب خلينا نروح على الدكتور لازم نروح منيح هلأ صار لازم نروح على الدكتور أنتي رح تحكي معي صح؟ وإلا ما رح أتحرك من هون ماني ناديني بعرف إنك خايفة لهيك لازم نروح يلا بسرعة احكي شو قول؟ برأيي نبلش بإنه تقبلي مني اعتذاري اعتذارك مقبول يلا امشي عن جد؟ انتي عن جد؟ طيب هذا بيعني انه فينا نرجع لمحل ما كنا قبل قصة ديروف صح؟ لا لا ليش؟ الثقة ماني الثقة؟ أنا بطلت أوثق فيك وإذا صار معنا مثل قبل فأنت رح تتركني مرة تانية اسمعي نانديني أنا بس شو ماني؟ بعرف إنك بتحب ديروف هو بيعني لك كتير وأنت راهن له حياتك طيب وأنا يا ماني مو كان لازم توثق فيني أنا ما بعني لك أبدا بس أنت تركتني لحالي ورحت وأنت ناديني شو عملتي؟ ها؟ أنت وثقتي فيني شي؟ دغري صدقتي كل شي عملته معك نانديني بدون ما تفكري أبدا كان لازم تفكري كيف ممكن ماني يقول هيك شي فكرتي؟ لا كان فيكي توقفيني وقفتيني؟ ليكي نانديني هذا غلطك كمان وأنا ما عاتبتك أبدا مزبوط؟ غلطتي أنا؟ إيه أنت كذبت علي وكسرت ثقتي شو ما تقلي كنت صدقك معك حق هذا غلطي لأني وثقت فيك ماني خلينا نمشي اسمعي
هاي النهاية؟ علاقتنا لسه ما بلشت لحتى تنتهي. قبل ما تحتفلوا خدوا رفيقكم واطمنوا على ايده. ماني عم تأذي ايدك، انت ما رحت على الدكتور؟ ايدك انتفخت وصارت اسوأ، بظن هاد التهاب. يلا نروح على الدكتور. رح نروح، بس عندي شرط واحد، انه تقبل اعتذاري نانديني. بترزاك فيه، بترزاك. هاد كله غلطي أنا، كنت مهملة وعنيدة وغبية. بعرف كتير إني غلطت، بس أنا المفروض إني أتحمل المسؤولية أكثر من هيك، بس أنا كنت غبية، كنت عم بتخانق معك. كان لازم أفهم إنه إيدك ممكن تنقطع. وهاد كله بسببي أنا. هاد غلطي.
لو تعرف قديش. حبيتك من كل قلبي. بس لازم ضل بعيدة عنك. أنت وأنا مو منيح إنه نكون مع بعض. بس نكون مع بعضنا منجرح بعض مثل كأنه أعداء. نحن ما لازم نكون سوا. ما لازم نكون سوا ماني. ولهيك ربنا خلاني اترك الفراشات تروح. ماني هذا بيعني انه ما رح نكون سوا. عمتي أنا بالمستشفى جاية هلا. ألو ديروف، ماني بالمستشفى. شو؟ ليش؟ ماني منيح؟ ما بعرف بالحقيقة. ريشاب بالمستشفى ولهيك اجيت وشفت ماني هون بالعناية وما كان في حدا معه ولهيك اتصلت فيك. طيب طيب رح نجي وأكيد رح نوصل بأقرب وقت، وأنت انتبهي على ريشاب تمام؟ ايه. شباب ماني بالمشفى. شو؟
يا ربي. عمتي وينو ريشاب؟ هون. عمتي ضروري فوت لعنده. ناندو لو سمحتي اطلعي. هذا اخي دكتور، انا فيني وقف هي النوبات، هي مو اول مره بيصير معه هيك. بعرف انه فيك، بس هلا نحن ما بنقدر نعرف الاعراض. دكتور انا فيني، بترجاك اذا بدك تساعدينا انطري برا. طلعيها يلا لو سمحتي. تعي يلا ناندو، ما تقلقي كل شيء رح يكون منيح، انا هون. ليكي صار منيح، اهدي وشوفي. عمتي انا اسفه، انا عن جد اسفه، وقت كان ريشاب محتاجني ما كنت معه، انا اخذت مو منيحه. انتي رحتي على الكلية وعمك كمان راح رحلة بعيدة، هاد ما بيعني انه مو منيح، صح؟ اهدي ليكي، هو صار منيح. روحي واشربي مي. لا ما رح روح على اي مكان. بدك يفيق ريشاب ويشوف وشك عم يبكي، لهيك روحي اغسلي وشك يلا. بس شو اللي صار معه؟ وين كان؟ بعد إذنكم، مين مع ماني مالهوترا؟ أنا. طيب وينهم أهله؟ مانن هون دكتور. لكان اتصلوا فيهم لأنه حالته خطيرة كتير. بس شو اللي صار لماني؟ الجرح يلي بإيده للأسف ملتهب كتير، ملتهب لدرجة إنه وصل لكتفه، يمكن نضطر نقطع له إيده. شو؟ تقطعوها؟ إيه، بس نحنا لازم ندخله على غرفة العمليات بسرعة، وبعدها فينا نحدد درجة خطورة الالتهاب. لهيك نحن بحاجة إذن من أهله أول أمره أو أي حدا منه. دكتور، بس الجيتار، الموسيقى هي حياته. دكتور، هو ما فيه يخسر إيده، بترجاك لأي أي حل تاني. كان لازم تفكروا بهالشي من قبل، الجرح يلي بإيده كان بيحتاج لانتباه أكتر، بس هو ما بياخد أي شي بشكل جدي، في قطعة لساتها جوات إيده وبسببها زاد الالتهاب للأسف، بس لو جبتوه أبكر. على كل حال حطوا مصاري بقيمة 1,000,000 روبية وبتاخدوا التفاصيل كلها من الممرضة. طيب خلينا نروح على البنك. ديروف، لازم تعرف وصفة الأدوية من الممرضة. ديروف خليك قوي، إذا نحن هلأ استسلمنا ماني شو بيصير فيه؟ لو سمحت خليك إيجابي. ماشي؟ رح نرجع. ألو خالتي؟ أنا آليا. أي آليا، قوليلي. خالتي ماني وضعه خطير، وهو بالمستشفى. شو؟
قبل ما تحتفلوا خدوا رفيقكم واطمنوا على ايده. ماني عم تأذي ايدك، انت ما رحت على الدكتور؟ ايدك انتفخت وصارت اسوأ، بظن هاد التهاب. يلا نروح على الدكتور. رح نروح، بس عندي شرط واحد، انه تقبلي اعتذاري نانديني. بترجاك فيه، بترجاك. هاد كله غلطي أنا، كنت مهملة وعنيدة وغبية. نانديني كيفو أخوكي؟ مو هو بنفس المشفى؟ كيفو هلا؟ إيه هو أحسن هلا، مو أنا مضطر أروح. شكرا لأنك خبرتينا إنه ماني هون، ما منعرف مين جابه. نانديني وينك؟ انتي هون؟ فيكي شوفي ماني اذا بدك، هو هون جوا. بس لازم روح. وين؟ وين؟ أنا ارتاح. أنا بالمستشفى. كيف جيت؟ ما صار شي، أنت بس نام وكل شي منيح. بس نانديني نانديني كانت هون. ماني ما كانت هون. رفيقي انت ارتاح.
ليش؟ ليش لأرتاح؟ شو صار؟ احكوا، قولوا. ولا شي شريك، ولا شي. الجرح اللي كان بإيدك فيه التهاب مو أكتر، عادي. الدكتور رح يعالج لك ياها، رح تضل تحت المراقبة. لا، تدريب، الأغاني. لا، أنا ما فيني ضل هون. لازم نبعت الأغاني للمدير ليسمعون. ماني، لا، رح نأجلها. وما في شيء أهم من إنه تتحسن بسرعة. لا تتوتر. اسمعي، شو عم تعملوا هون؟ انطروا برا، هو لازم يرتاح، هو عم يهلوس هلأ من الالتهاب. إذا بتريدوا اطلعوا. شوف شغلك يا دكتور. لحظة، أنا قلتلكم خبروا أهله. شو صار؟ ما فينا نضيع أي وقت، الالتهاب عم ينتشر بسرعة. احكوا معهم خليهم يجوا. طيب العمى، وين اليونيكا؟ اتصلنا فيها. نانديني، ليش واقفة عندك؟ فوتي. أنا متأكد إنك هون. نانديني، نانديني، لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.